للمزيد من التحليل بينضم إلينا الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان السابق. أهلا بك دكتور، ما أهمية ودلالات عقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والمزمع طبعا انطلاقه يوم 5 ديسمبر المقبل؟ هو طبعا المؤتمر بيعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالتصدي لمشكلة يعني مزمنة موجودة في مصر. احنا دلوقتي الاحصائيات اللي حضرتك عرضتها بتؤكد ان يعني مصر بتسير على الطريق الصحيح، هناك انخفاض في مؤشرات الانجاب، ولكن مع ذلك لابد ان يعني نتفق على ان الانخفاض ليس بالوتيرة المطلوبة، بمعنى ان 2030 تاريخ تحدد منذ زمن للأهداف المستدامة على مستوى العالم، كل دولة معها خطتها الاستراتيجية الوطنية للسكان حتى عام هي الاستراتيجية الوطنية للسكان هي إحدى استراتيجيات الدولة المنبثقة من رؤية مصر 2030 علشان نحقق أهداف إنجابية معينة. إيه الأهداف الإنجابية علشان الناس حتى تقدر تستوعب الكلام ده؟ إن طفلين لكل أسرة في المتوسط بيعمل توازن واستقرار في أي دولة على مستوى العالم، بمعنى أن معدل الوفيات يساوي معدل المواليد. إحنا عندنا معدلات المواليد بتتناقص، إنما معدل الوفيات السنوي موجود في مصر حوالي 600,000 700,000، فإحنا عايزين نوصل بإن يعني بانخفاض المواليد اللي هي دلوقتي حوالي 2,100,000 إلى 700,000، وده جهد يعني جهد مش يتطلب تكاتف جهود جميع القطاعات الدولة، يعني مطلوب برضو دور أكبر للمجتمع المدني، ولازم رؤية الحكومة تتفق مع رؤية المواطن، وده برضو يمكن كل ده يعني بيبرز أهمية المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية. يا دكتور ده صحيح، وعشان كده المؤتمر منفتح على العالم للاستفادة من التجارب الدولية اللي موجودة. ما عندنا دلوقتي العالم بينقسم إلى نقول قسمين واضحين، قسم بينخفض فيه عدد السكان وعامل له مشكلة سكانية، الصين ودول شرق آسيا وغرب أوروبا وشرق أوروبا كلهم بيعانوا من انخفاض السكان وهي بيسموها مشكلة سكانية برضه. وفي المقابل عندنا مصر وبعض الدول الأفريقية عندها مشكلة في الزيادة السكانية، ولكن يعني نقول محتاجين ان احنا نكبح جماح الزيادة السكانية دي علشان تتفق مع النمو السكاني والمشاكل الاقتصادية على مستوى العالم. احنا نقدرش نعزل المشكلة السكانية عن المشكلة الاقتصادية، لان الشعب كلما زاد العدد وكلما زادت المواليد كلما زادت معاناة كلما وتأكلت ثمار التنمية، يعني لما العدد يكتر. ده صحيح، ده صحيح. عشان كده المؤتمر اللي جاي يعني برضو لازم نثمن ونقدر جهود وزارة الصحة في انها لأول مرة، وده تحدي واتمنى لهم النجاح، انهم يحطوا ملف السكان وملف الصحة وملف التنمية في مؤتمر واحد، ويدعو فيه خبراء من جميع انحاء العالم على للمشاركة بتجارب ودروس مستفادة. وفي مصر يعني هتطلق الاستراتيجية السكانية 2030 في الوقت ده قدام خبرة، وطبعا هتتعرض للمناقشة وللنقد لغاية ما نوصل للأنشطة اللي ممكن تتلائم مع احتياجات المواطن المصري. طيب اللي حصل من تراجع في معدلات الإنجاب وزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، طبعا حضرتك عايز زيادة عن هذه الأرقام، ولكن كيف حدث هذا؟ يعني كيف قلت معدلات الإنجاب وزادت معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة؟ هو معدلات الإنجاب يعني عشان برضو نبسط الأمور، عدد الأطفال في المتوسط اللي بتنجبهم السيدة المصرية، لما بنقول 2.8 طفل هو لكل سيدة، يعني كل 10 سيدات بينجبوا 28. قبل كده كنا كل 10 سيدات بينجبوا 34، وقبل كده كان أعلى من كده. هو بينخفض يعني، إنما لازال الإنجاب عالي ومعدلات الإنجاب في مناطق داخل مصر. يعني برضو في المقابل لازم نذكر إن بورسعيد واسكندرية ومناطق كتير حضرية في مصر أصبح فيها
المعدل الانجاب ده طفلين لكل اسره كانها اوروبا بالضبط يعني. انما في المقابل ريف الصعيد وبعض المناطق الريفيه ومطروح كمثال عندي المعدل الانجاب عالي جدا في مطروح. لازم نبدا نفكر في الاستهداف واللا مركزيه يعني. ده برضو انا بحاول يعني اجود هنا وبقول وقوع اعتقد ناس كثيره متفقه معايا، بمعنى ان لازم تكون هناك خطط لا مركزيه يعني تتفق مع احتياجات الشعب. ما ينفع في سوهاج ربما لا ينفع في اسكندريه، فمحتاجه دور اكبر للمحليات وللمحافظين ويعني بحاول بقدر الامكان يعني نقول تفصيل خطط تلبي احتياجات المواطنين طبقا للمناطق الجغرافيه اللي بيعيشوا فيها. بشكرك دكتور عاطف الشيطاني مقرر المجلس القومي للسكان السابق.